أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة يرحبان بالتقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول تحميل النظام المسؤولية عن هجوم دوما الكيماوي، ويطالبان بضرورة محاسبة نظام الأسد. قوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب شرق حلب تقيم أكثر من 40 نقطة كإجراء احترازي لضبط الواقع الأمني في المدينة وفق مراسل حلب اليوم. فريق منسقو استجابة سوريا يدين استخدام الأطفال لجمع التبرعات في شمال سوريا، معتبراً أنه استغلال لحقوق الطفل وتعليم له على التسول. موقع جلوبال المقرب من النظام يسجل 5 حالات انتحار في سوريا خلال أقل من شهر واحد، ويقول إنها تعود لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من ارتفاع معدلات الجوع في سوريا وبلوغها مستويات قياسية تهدد حياة 12 مليون شخص. وفاة الشيخ الحلبي الدكتور أحمد كرزون في مدينة جدة السعودية عن عمر نهز 65 عاماً، وكان الدكتور مشرفاً على قناة أهل القرآن ويعتبر من مؤسسي الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.